عقدت الإدارة العامة للطيران المدنية اليوم مباحثات ثنائية مع سلطة الطيران المدني في جمهورية السودان الشقيقة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين ومناقشة وتحديث ترتيبات التشغيل في حركة النقل الجوي للركاب والشحن الجوي. تمت المباحثات مع الجانب السوداني لتشجيع الطيران من الكويت إلى السودان وتشجيع شركات الطيران بالتشغيل من الكويت إلى السودان. طبعا هي كانت في الأحرف الأولى تم التوقيع عليها في 2016، والآن جاري التوقيع والمباحثات حول تفعيل هذه الاتفاقية بالأحرف الأخيرة، ونأمل أن نوصل إلى اتفاق مشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات الكويتية السودانية. الهدف اليوم من هذا الاجتماع هو توقيع ثنائي ما بين سلطتي الطيران المدني الكويتي وسلطة الطيران المدني السوداني في إطار التعاون في مجال النقل الجوي ما بين البلدين. هذا الاجتماع بيوطد علاقة وطيدة ما بين الشعبين في خدمة المواطن السوداني والكويتي من خلال النقل ما بين البلدين.